اوكي النهارده الجمعة والمفروض ان في درس بكرة على دروس اونلاين و I'm really busy. بس guess who's here يعني سهيب. هاي، ايه الاخبار؟ هاي سهيب، الشانل بتاعته وصلت ل 50,000 سبسكرايبرز، ودي مايلستون مهمة جدا، يعني هاف واي او نص الطريق ل 100,000. فدلوقتي بنسجل له حاجة كده، ايه، ريمايندر، عشان لما يوصل ل 100,000 ان شاء الله يرجع بقى ويقول انا كنت عند 50,000 الناس قالوا لي هتوصل بتاع، الكلام الايه المحفز الجميل ده. فالراجل حتى جاي مش جايب كاميرته معاه، هصور له على كاميرتي ديت. فيعني جاي بكرتي. يلا يلا نسكل. جو جميل هنا جدا، في طراوة كده، يعني اتمنى بس انها ما تكونش مأثرة على جودة الصوت. يا لابس فيسبوك، فيسبوك I used to love فيسبوك، يعني انا كنت بحب فيسبوك قبل كده. بتخش تتعلم حاجة، ناس بتشاركك تجارب، مش عارف واحد سافر فين فحصل له حاجة، فكانت حاجة جميلة جدا. وكان الواحد فعلا لما بيقفل فيسبوك كان بيبقى استفاد، لكن الموضوع اتطور مع الوقت. والحقيقة يعني ايه، ما كنتش بحب فيسبوك زي الاول. الـ addictive behavior او السلوك الادماني اللي المنصه او الناس اللي جوه فيسبوك اعتمدوا عليه، وكمان تطور الموضوع من حاجه بتوصل الناس ببعضها لحاجه، يعني لو انا عندي بيج المفروض ادفع او لازم ادفع علشان اوصل الحاجه اللي انا بقدمها لناس اكتر. كمان فكره ان هي مش قايمه على البارتنرشيب من ناحيه الكونتنت كرييشن مثلا زي فيسبوك زي يوتيوب. فحاجه زي دي يعني انا حاليا بفتح فيسبوك بقفل فيسبوك ببقى زعلان مش عارف ليه. جينا من شويه هنا لقينا الشباب بيصطادوا بتاع، يعني ما حبيناش ايه ان احنا نمشيهم، فروحت على المصليه هناك. بس عم علي لما جه الجاموسه قال لي تعالى، يعني المكان فاضي. مبسوط قوي ان الناس بدات تتقبل فكره ان انت ماشي بكاميرا وبتصور ومتعايشين مع الموضوع. اوكي، بالمناسبه انا مش بهاجم فيسبوك، فيسبوك يعني حاجه ناجحه جدا وحاجه كبيره جدا وتقدر بمليارات مليارات الدولارات. بس بالنسبه لي الموضوع بيتلخص في النهايه انت حاسس بايه بعد ما بتطلع من الابليكيشن. هل انت حاسس ان الوقت اللي انت يعني قضيته وانت فاتح فيسبوك ده فعلا استفدت حاجه جديده، اتعلمت حاجه جديده، ولا بعد ما بتقفل الابليكيشن بتندم ان انت ضيعت الوقت ده وبتفكر ان انت لازم ما تقضيش وقت اكتر على فيسبوك وكده؟ يعني على خلاف يوتيوب، على فكرة يوتيوب مهما يعني قضيت وقت عليه ما بزعلش او بحس ان انا ضيعت وقتي على الفاضي، بالعكس يعني كل حين وكده بتلاقي فيديو بتستفاد منه حاجة، بتعرف عنه حاجة. يعني حاسس ان انك تضيع وقتك على اليوتيوب احسن انك تضيع على فيسبوك يعني. ف يا فكرة فيسبوك هم اللي كانوا مديني التي شيرت ده، وانا بحبه جدا، يعني الكواليتي بتاعته كويسه، بس ده ما يمنعش برضو ان احنا نقول اور اونست اوبينيون او راينا الصادق حيال حاجه زي ديت، يعني لربما حد يسمع فعلا يشتغل على الموضوع ده اور نوت. اوكي، في حد كان سالني انت هتخليك يوتيوبر الى الابد يعني، او برضو ممكن تسال تاني يوتيوبر ولا مهندس، انت بتبقى فخور بمين اكتر؟ هو بكل تاكيد يعني انا فخور بكوني يوتيوبر اكتر، يعني لان اللي وصلت له او اللي حققته او اللي انا حاسس ان انا عملت حاجه فعلا، ده كان في كوني يوتيوبر مش مهندس يعني. وتساؤل برضو ان انت هتخليك يوتيوبر الى الابد، يعني ما فيش شغل او بيزنس او حاجه امنه ومضمونه جنب يوتيوب، ده وداني لمفهوم كنت قريته في كتاب ريتش داد بور داد لروبرت كيوساكي، اتكلم عن وهم الوظيفه الامنه. مفيش حاجة اسمها وظيفة آمنة، لا وظيفة حكومية ولا وظيفة في شركة خاصة ولا فريلانسر، ولا مفيش حاجة اسمها وظيفة آمنة. انت ممكن في ليلة وضحاها احنا صرفنا خلاص، احنا فلسنا فهنقفل الشركة، والله احنا مستغنين عن خدماتك احنا. ففكرة ان انت تحدد حاجة على انها وظيفة آمنة مش موجودة اصلا، ده وهم. وبخصوص حاجة جنب يوتيوب، فان شاء الله يعني مفكر في حاجات، مش في حاجة واحدة بجانب يوتيوب، بس بتمنى ان هو ما يأثرش على يوتيوب، بيكوز يوتيوب يعني بالنسبة لي هي مش شغلانة، هي حاجة بنبسط وانا بعمل حاجة عليها. ف يا مرحب محمد بيه، ازيك؟ الله يخليك. فالإجابة على السؤال هو يوتيوبر لحد الحاجة الكبيرة القادمة ان شاء الله، يعني يوتيوبر till the next big thing. شيء غريب جدا 4G عند التينا، يعني احنا في بيتنا اللي هو مثلا قريب من هنا بشويه كده مفيش 4G، بس اعتقد كمان المكان مفتوح وفي ابراج اتصالات قريبه من هنا، ف
شيء جميل ان موجود 4G في الارياف، شيء جميل جدا. اعتقد انا هطلع لايف حالا على فيسبوك، يعني عشان يعني انا مش بكره فيسبوك، لكن انا يعني زعلان على الحاله اللي موجود فيها فيسبوك حاليا. ف نطلع لايف على الفيسبوك، على الشانل، على القناه بتاعت على المصطلحات حتى مرتبطه بيوتيوب، على الصفحه بتاعتنا على فيسبوك. اللي متابع طبعا يعني الفلوجز والكلام ده عارف، وبنصور فلوج اهو برضو. فين الكاميرا؟ ايه كاميرا ايه. فقلت واي نوت ان احنا نكوميونيكيت يعني فيا اللايف فيديو ده. من ساعة الانبوكسنج والأوضة مبهدلة خالص كده، يعني الواحد يعني بأنه كان زعلان شوية فمرتبتش الأوضة، بس غصب عني لازم ارتبها حالا علشان اصور فيديو على الجرين سكرين هنا. ف يلا بينا. وفي حد يعني ايه كان عنده تساؤل بيقول انت ازاي بقيت مثقف كده مع ان اسف يعني انت في بلد من الصعيد. اتمنى تقول اسمي أبادير عوني. طيب هو في غلطات كتير قوي في السؤال ده. انا مش من الصعيد، انا من الاقاليم، من طنطا. تاني حاجة، ليه مع اني اسف يعني مفيش اي ارتباط كون ان الفرد من الاقاليم او من الصعيد وان هو يكون بيعمل حاجة او بيقدم حاجة كويسة او بيعمل حاجة كويسة. يعني احنا عندنا للأسف ربط كده ما بين ان انت من الحاجات الجامدة كلها بتطلع من المدينة او من القاهرة او من الحتة دي. بالعكس انا شايف ان ناس كتيرة جدا من الاقاليم، ولكن هم اضطروا ان هم ينقلوا من القاهرة، من الاقاليم والصعيد اضطروا ان هم ينقلوا القاهرة علشان بس هي المركزية بتاعت البلد كده يعني. فما فيش مع اني اسف ولا حاجة، عادي جدا يعني. اوائل الجمهورية في سننا كانوا من الصعيد، فمش حتة ان الصعيد او الاقاليم فده معناه ان هو ما فيش حاجة كويسة بتطلع منه، بالعكس دي حاجة. اما ان انت شايف ان انا مثقف يا عم فربنا يعزك كده ويرفع مطرك. لا بس يعني هو ده برضو من مغالطات، ان انا مش شايف نفسي الناس اللي هو مثقف بقى وبتاع، ده مش تواضع زائف. هو بس يعني كان عندنا دكتور اسمه عالم الدين البسطويسي كان بيدينا كيمياء، بيقول لنا يا اولاد مشكلتكم او الفرق ما بينكم وما بين الجامعات الخاصه ان هناك بيعلموهم ازاي يبين ان هو كويس. يعني هناك بيدرسوا لهم ازاي تماركت لنفسك، او ازاي في انترفيو توري له ان انت عارف كذا وكذا وكذا. انت ممكن تكون كويس او في ناس كتيره جدا، بس للاسف مش بيوري ده، فبالتالي الناس بتفترض ان هو قشطه يعني في حاله كده تمام. فالفكره ان انت شايف كده علشان بس انا قدامك او ظاهر لك، لكن انا مش قارئ شره وما عنديش اطلاع بكل حاجه، وبتعلم من كل الناس ومن خبرات الناس يعني. ف اشكرك يا اخي لو انت شايف ان انت ان انا مثقف يعني. وازاي بقى يعني لو انت شايف كده فاقرا يعني، هو ده الحل الوحيد يعني، الاجابه البديهيه واللي ما فيش خلاف عليها اقرا كتير. مش شرط عن حاجه معينه، بس عن حاجه بتستثير فضولك، حاجه بتستمتع لما بتعرف عنها اكتر يعني. فاقرا عشان تبقى مثقف. اوكي ثانك يو جايز، وهكلم شاهين حالا علشان يبعت لنا الكوت. سلام. السلام عليكم. ابو زيد بعت لي وانا في الشغل وقال لي ان انتوا النهارده بتتكلموا عن القرايه، وانا بصراحه ما كنتش بحب القرايه لحد ما عرفت مع الوقت القيمه اللي بتيجي من وراها. فالكوت بتاعه النهارده reading one page a day keeps ignorance away. اشوفكم على خير. السلام عليكم.